مساء الخير. طقس مستقر إنما بارد نسبياً عم بيسيطر على أجواءنا، بيتقلب محلياً ليلة الثلاثة حتى ظهر الأربعة وبيعود وبيتأثر تدريجياً ليلة الجمعة بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مما بيؤدي إلى طقس ماطر وبارد. إذن جو غائم جزئياً إلى غائم لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكر، عم تسجل 16 درجة، طرابلس 18، العاصمة بيروت وصورة عم بيسجلوا 19 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 11، لقلوق 5، زحل 12، وجزين 13 درجة. نسبة رطوبة ساحلة عم توصل لل 65%، الرياح السطحية جنوبية شرقية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة جونا غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة، بتتساقط الأمطار المتفرقة ليلاً خاصة على الجبال وبالمناطق الشمالية، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلاً 19 درجة. للأربعة جونا غائم جزئياً مع تشكل للضباب على المرتفعات وأمطار صباحية خفيفة، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلاً 18 درجة. للخميس جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، بيتحول إلى غائم ليلاً مع تساقط للأمطار والثلوج اعتباراً من 1500 متر، والحرارة نهاراً تستقر على 18 درجة. للجمعة جونا غائم متقلب وماطر بسبب تأثير منخفض جوي جديد على أجواءنا، والحرارة بتستقر على 18 درجة. وصلتنا صورة حلوة للثلوج من اللقلوق، والشكر للمصور سمير شتيلة اللي بعت لنا إياها. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بحلقة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.